الحمد لله والصلاة والسلام على أسر خلق الله محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في صرحنا العلمي هذا والمتوشح باسم الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه في هذا اليوم المتسم باسم الوفاء لأهل العطاء، لمن جعلوا خدمة العلم وأهله ديدنا لهم في حياتهم، قاسموا عطاء خيرهم لهذا الميدان العلمي الذي نحن الآن نعيش بين أركانه، بمثل هؤلاء الرجال الذين كان لهم من العطاء ما عدل الشكر على الوفاء به والحفظ عن رد الدين لهم. فهنيئا ثم هنيئا لنا بأبدال هؤلاء الذين، وهنيئا لهم على جزائر العباد حيث كان بذلهم ودعمهم خال من مصلحة يطلبونها، إنما كانت بادرة منهم جعلوها ميدان السباق في خدمة العلم وأهله. وكان من عادة أهل هذا الصرح أن يقدموا شكرهم وعرفانهم لهم من خلال هذا الاجتماع المبارك والذي اعتبرناه دينا حملته أعناقنا من زمن ليس بقريب. حضورنا الكرام، إلى هنا تكون قد عجزت كلماتنا عن الشكر لهم، وحانت ساعة الإفصاح عنهم، واستحقوا أن يكون تكريمهم هو بداية لهذا الحفل، ألا وهم: أولاً الشيخ إبراهيم ابن علي العبودي، فقد كان لهذا الشيخ مواقف عدة من زمن بعيد، وقد امتثلت جوانب الدعم عنده من جوانب شتى، ولعل من أهمها سبقه الدائر إلى أعمال سيادة شتى مرافق صرح أبي الدرداء القديم والحالي، والذي تجاوز دعمه 16,000 ريال، وهذا لهي الدلالة الجلية على حرصه الغير محدود على الطلاب. فجعل الله لك هذا العام مباركا وفي ميزان حسناتك. ثانيا، الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الشجوي، وهذا الرجل الذي بذل الغالي والنفيس لتكون بصمته جلية بعمل جليل خدمة لخير كتاب وهو القرآن الكريم، وارتسمت دعائم دعمه على تأسيس قاعة خاصة بالقرآن الكريم بكل مكوناتها بقيمة تجاوزت 20,000 ريال، وذلك من أجل تأسيس بيئة مرادمة للفصل الدراسي تكون خاصة بالقرآن الكريم. فبارك الله لك عملك وأجزى لك ثوابك وبارك لك في عطائك. ثالثا، الدكتور شويمان ابن محمد شويمان، أحد الداعمين لهذه البيئة التعليمية، حيث كان من السباقين إلى دوري البيئة العلمية الرياضية يسعد بها أبناؤه الطلاب، وذلك من أجل تحويل ملعب كرة القدم إلى معنى رياضي يحمل سمات الرياضة الصحية الآمنة لفلذات أكبادنا أبنائي الطلاب بمبلغ 16,000 ريال. لكم منا من الشكر أجزله، ومن اللسان أعلمه، ومن القلب دعوة مستجابة بإذن الله. وفي الختام، أهلا بكم وسهلا، وبدتم وطاب المكان بكم، ومع فقرات حفلنا هذا نتمنى لكم طيب اللقاء وسعادة الملتقى.